السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. شفنا خلال سنين الحرب كيف كانوا الطفل والمرأة من أكثر المتضررين. ليش؟ لكتير أسباب، منها أنه ما في قوانين تنصفهم، ورغم وجود مؤسسات ومنظمات بترعى المرأة والطفل وبتدعمهم، ورغم إيمان الكتير بالمرأة وبدورها بالتغيير، بس رغم هيك ضلت هاي المنظمات والمؤسسات والجمعيات أقل بكتير من حجم الحاجة لتغيير وضع المرأة، وخاصة من الناحية القانونية. قليل ما سمعنا عن مجموعات بتسعى لإنصاف المرأة والطفل بالقانون وإعطائهم حقوقهم الكاملة، ورغم هيك منقدر جهد السوريين اللي سعوا وحاولوا يعملوا أي تغيير بهذا المجال، ومنحترم مبادراتهم اللي أثبتوا من خلالها إنهم سوريين حقيقيين، سوريين لبعض. اليوم رح نحكي عن المنظمة السورية للمرأة والطفل، واللي بتعرف عن حالها بأنها عبارة عن مجموعة نشطاء سوريين بيطلعوا لإيجاد قنوات بتدعم المرأة وبتاخد بإيدها لتتجاوز كل التحديات اللي عم تمر فيها من خلال حراكها نحو تغيير سوريا للأفضل. القائمين على المنظمة عم يشتغلوا انطلاقا من إيمانهم بأن المرأة هي صانعة التاريخ والحضارة، وبقدر ما بيقدرها المجتمع وبينصفها القانون رح يكون عندنا جيل جديد سوي متزن، لأن بالنهاية هي اللي بتبني الأجيال. رسالة المنظمة وأهدافها بتتمثل بالعمل لبناء جيل الحرية اللي تضرر بسبب الحرب اللي زرعت العنف والأذى بذاكرته. مشان هيك فمن الأولويات بهاي المرحلة تحرير الأجيال السورية الجاية من الأثار النفسية اللي تركتها وعم تتركها الحرب، قبل ما تتحول لرواسب بتشكل جزء من شخصيته. بلشت المنظمة عملها بريف دمشق سنة 2013، واشتغلت على كتير من النشاطات ضمن عدة محاور، من الدعم النفسي للمرأة والطفل، دعم التعليم، مكافحة حمالة الأطفال، دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، الدعم الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل. ورغم أنه عمل المنظمة تجمد بال2016 لعدة أسباب، بس رغم هيك كتير ناس لساتها بتتذكر النشاطات اللي اشتغلت عليها المنظمة والتأثيرات اللي عملتها، ونحن كمان اليوم حبينا نتذكرهم ونشكرهم ونقول لهم يعطيكم العافية أنتو وكل السوريين يلي هنن لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.